الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. امرأة تسأل عن تسهيل الولادة بدون عملية جراحية، الولادة تكون سهلة إن شاء الله. من المجربة صورة الذاريات، تقرأين صورة الذاريات ومثلا تقرأينها ولما تكملين تنفتين في يدك وتمسحين بها البطن بنية الولادة، تكون ولادة سهلة، تمسحين بها البطن، تفعلين الطريقة يوميا. مثلا تقرأين سورة الذاريات في الصباح وتنفتين في يديك لما تكوني وتمسحي بها بطنك، وتدعي إلى الله سبحانه يكون سهل أن يسهل في الولادة. ولكن أنا أنصحك، من هي أنها يعني حامل وتريد أن يكون ولادتها سهلة، فلتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اليوم كله لما تكونين أنت يعني حامل وتنتظرين مولود، تكثرين من لا حول ولا قوة إلا بالله اليوم كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، هو ذكرك هذا، هو لا حول ولا قوة إلا بالله، تكون الولادة إن شاء الله سهلة. هذه سألت على هذه المجربة امرأة. هذا كل شيء، أتمنى الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.